لا تزال جبال منطقة الحمر الواقعة بمرتفعات بلدية سيدي مزغيش ولاية سكيكدا تستذكر بطولات قائد الولاية الثانية التاريخية وأحد المهندسين الرئيسيين للثورة التحريرية العقيد الشهيد زغود يوسف. وفي ذكراه 59 وقفة على مناقب صانع ملحمة 20 أوت 1955 التاريخية، إذ اجتمعت الأسر الثورية والسلطات المحلية للولاية بنصبه التذكاري، أين وضعت أكاليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على روح من التزم مع القضية الجزائرية. عنده أفكار وعنده روح وطنية وعز الوطن هذا، وعنده إنسان مخلص للبلاد، فهو رمز للبطولة والتضحية والشجاعة والذكاء والفطنة والالتزام. فهذا الرجل، هذا البطل، يعني كان عنده التزام مع القضية الجزائرية. ولأن المناسبة تلخيص لمجموعة من القيم الجزائرية، الأسرة الثورية للمنطقة التاريخية الثالثة تيزي وزو كانت حاضرة في هذه الذكرى بمعرض للصور التاريخية، بالإضافة إلى إقامة ندوات تاريخية تبرز بطولات هذا القائد الرمز، مع عرض فيلم وثائقي لمسيرته الثورية. هذا يعتبر من اللي صنعوا التاريخ، وناخذ بعض الدروس من النضال تاعو باه نكلموا الشباب باش يكون استمرارية في الكفاح. والذي يعبر على أن الشعب الجزائري كله كان يد واحدة ضد المستعمر، وهذه التفاتة طيبة من هذه الولاية التاريخية. كما تم بالمناسبة تكريم ابنة الشهيد في هذه الذكرى الغالية، التي ما هي إلا قراءة في صفحات المجد والخلود لكفاح رجال علمتهم الحداد أن الحديد لا تلينه إلا النار. افتتحت اليوم العقيد تلمساني فريال مديرة